السلام عليكم امهات، كي دايرين؟ لاباس؟ ما تكونوا بخير ولا خير. اليوم عندنا النموذج نتاع الامتحان تاع الفرنسيه كونترول 2 سيمستر 2 الدوره الثانيه. نو لا بروميير كيسيون، السؤال الاول. جو رولي بار ان فليش، خاصنا نصيلو بسهم. هنا عندنا لا كورد ا سوتي، la corde à sauter, la balançoire, la marelle, le ballon, le cache-cache. هنا عندنا بعض الصور و لو كاشكاش هما دايرينها مسالينها. هنا عندنا لا كورد à sauter، لا كورد à sauter هي هادي. لا بالونسوار هي هادي، لا بالونسوار، لا ماغيل هي هادي، لو بالون. هما لي زونفون جو افيك لو بالون. دوزيام كيستيون، عندنا اكريتير، يعني غادي نكتبو لا لتر ال. وغادي نكملو هنا، ماشي بالضروري تكون عندنا لا لتر ال، تقدر تكون عندنا ان نوتر لتر، تقدر يكون عندنا، مهم نقدرو نديرو اي لتر كتابة. خصنا نكتبو مزيان باش يكونو عندنا زوج نتاع النقاط. هنا La troisième question, je complète les lignes spirales. Les lignes spirales, هما هادو. نحاولوا نديروهم مزيان. نبداو من النقطة الرئيسية. La question 4. هنا غادي نديرو جو كومبليت لي فاك. غادي نديرو بحال هكدا، غير بشوية باش نخدموهم مزيان، باش تكون عندنا النقطة. هنا غادي نمشيو عاوتاني بالعكس، هاد ليلين لي عندنا دابا ميحتاجوش المسطرة، أما ليلين لي يكونو يعني غادي نديروهم بالمسطرة، الأحسن نديروهم بالمسطرة باش هادو عبارة عن أمواج. هادي العكس ديال الأولى. هنا عندنا جو كومبليت باغ دي لين سبيرال اي جو كولوري، خصنا نكملو هادو نديرو فيهم لي لين سبيرال ونلونوهم. نحاولو نديرو غير بشوية، مهم خصنا نكونو عارفين شنا هما لي لين سبيرال، خصنا نكونو عارفين شنا هو لو زيكزاك، وخصنا نكونو عارفين لي فاك، لأن هادو هما لي قريناهم في الدورة الثانية. هنا
صافي وغادي نلونوهم. وغادي نلونو هاد البهلوه اللي عندنا. هنا غادي نديرو جو كومبليت بار دي زيكزاك اي جو كولوري. هنا غادي من الاحسن باش يكون عندنا داكشي زوين نديرو بالمسطره. الاحسن ندو معنا شي مسطره صغيره باش نديروهم مزيان، وحتى التلوين كتكون عليه النقطه خصنا نلونو مزيان. باش نحصلو على نقطة زوينة صافي غادي نبقاو هكدا حتى ننتهيو. منساوش التلوين جو كولوغي، منساوش لأن شي مرة كنديرو غي لاكيستيون لولا كنساو بأن هداك السؤال راه كيكون فيه زوج تاع الأسئلة. دابا غادي نمشيو للتلوين. التلوين غادي نلونو باش ما بغينا، ولكن خاصنا نلونو مزيان. خرجو ما نحاولو ما نخرجوش على الخط. هاهو حنا انتهينا من التلوين ديال البهلوان. نقدروا نديروا الالوان اللي بغينا المهم نلونو مزيان، وحتى هادو اللي درنا فيهم لي زيكزاك. هكذا نكونوا انتهينا من النموذج المرحله الرابعه ماده الفرنسيه، وننتظروا باقي المواد ان شاء الله.